المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأصلح له بطانته واجزه خير الجزاء وأوفاه على ما يقوم به من خدمة للحرمين الشريفين وما يوليه من اهتمام لقضايا الإسلام والمسلمين. اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم اشفه من كل بلاء، اللهم اشفه من كل بلاء، اللهم واشفه من كل بلاء وعافه من كل ضراء. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفني انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز ونائبه الثاني نائب بن عبد العزيز، ووفقهما وسددهما واتهما خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع إخوانهم وأفراد الأسرة الحاكمة الكريمة كافة يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك وزدهم على طاعتك عزا وشرفا ومكانة يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز خير الجزاء، اللهم وفق أميرنا واجزه خير الجزاء على ما يقوم به من خدمة لمدينة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولعالمين.